انا شوفير تاكسي يعني الي هلا من الساعة 6 إلى 10 واقف الصبح، والله صارت 1:30 وبعدنا ما عبيت، يعني الشغل كليته نهاري راح اليوم، ما اشتغلت شيء. وهيدي الحالة نفس الشيء كل ما بدنا حبيب عزي عم يصير فينا الحالة الزيتية. عندي 4 أولاد، يعني إذا اشتغلنا بناكل، اشتغلنا ما بناكل. وهيدا اللي وصلونا له هون الزعماء تاعولنا. ما في ما واحد ما فينا نتحمل بقى خلص. يعني أنا عمري 71 سنة. يعني هلكونا هلك، لا كهرباء لا مي، لك لا خبز فيه ولا بنزين فيه.